أعلم بأجمل ناس في الدنيا. من المعروف إن في أبراج في علم الفلك ليها كاريزما ساطعة ومعروفة وجذابة قوي، ولكن لو احنا خدنا مصطلح الكاريزما ده بقى وجينا حاطينه على كل الأبراج المعروفة عندنا الـ 12 برج، وجينا مقارنين بين رجل وامرأة كل برج، مين فيهم مقارنة بالآخر اللي الكاريزما بتاعته خاطفة جاذبة تشدك تسحبك ليها؟ هو ده اللي احنا هنعمله في حلقتنا النهاردة. معلش انا كنت يعني بغير سكن، ودي الفترة اللي كنت غبت عشانها فترة يعني حوالي اسبوع 10 ايام. وبالمرة كده قولوا لي يا ريت في التعليقات، لان انا بقرا كل تعليقاتكم، مكان التصوير ده كويس ولا نرجع للمكان اللي قبل كده ولا نشوف مكان تاني غير ده، يهمني رأيكم يعني، لان لسه ما استقرتش بصراحة. هندخل على طول في موضوع حلقتنا ونبتدي برج الحمل، ولكن في البداية برحب بس بالجديد واقول له يا ريت برضه يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. الحمل واحد من الابراج اللي عنده كاريزما سواء رجل او امرأة. معروف ان برج الحمل من الابراج اللي ليها كاريزما ساطعة وجذابة ومشعة. الانثى كاريزمتها قاتلة والرجل كاريزمته قاتلة. جينا عشان نفضل طرف على الاخر لقينا نفسنا مش عارفين بصراحة، هما الاتنين كاريزمتهم قاتلة مميتة. اذا نقدر نقول يتساووا هما الاتنين في الموضوع ده. اظلم الانثى لو قلت الرجل اكثر، واظلم الرجل لو قلت الانثى اكثر. اما برج الثور، الرجل والانثى هي الانثى بطبيعة الحال، كاريزمتها ملحوظة قوي انثى برج الثور، ومشعة وملفتة مقارنة خلي بالكم برجل برج الثور الترابي. اما الجوزاء يعني هتلاقي الانثى هنا، انثى برج الجوزاء يعني مقارنة برجل برج الجوزاء انثى خاطفة للاعين جاذبة للنفوس ملفتة، والرجل بتاع برج الجوزاء كده. ولكن نقارنهم ببعض بقى، ما هو الموضوع بدرجات، الانثى هنا هتتفوق. لو احنا دلوقتي بنتكلم ورايحين لبرج السرطان، في البداية بس انا برضو كالعادة اقول يعني الحلقة دي لو شايفينها ممتعة ومفيدة يا ريت لايك توصل لبقية حبايبنا وافراد عيلتنا، العكس ديسلايك وقولي السبب، انا بقرا كل تعليقاتكم. سرطان تتوقعوا مين؟ الرجل صراحة. هنا لو احنا هنقول ان في كاريزما عند برج السرطان ومين الاكتر، رجل او امرأة، ندي بقى كل واحد حقه ونقول الرجل. رجل برج السرطان يتفوق حاجة بسيطة على الانثى اذا قارناهم ببعض، بينما لو قارنا برج السرطان بالابراج كلها هيجي في ترتيب تاني او في منطقة تانية خالص. هندخل بقى على الاسد وما ادراك ما الاسد، وتوقعوا كده مين، رجل ولا انثى، رجل ولا امرأة. بصراحة الاسد تحس الرجل عنده كاريزما كبيرة قوي والانثى عندها كاريزما قاتلة وتجنن قوي تنافس كاريزمة انثى برج الحمل الفارسة العنيدة، الفارسة العنيدة ولا برنسس زعيمة العصابة كليهما صراحة. وإن كان أنثى برج الأسد في بعض الأحيان التوهج بتاعها بيبقى ساطع شوية، ولكن أيضا رجل برج الأسد لديه كاريزما لا يمكن إن احنا نغفلها في حلقة النهاردة، فنقول إن هما الاتنين كاريزمتهم تكاد تكون متساوية. العذراء الأنثى، وهنا مفيش مجال للمقارنة، رجل برج العذراء صعب ان انت تقول عليه رجل كاريزما، بينما انثى برج العذراء لديها من الكاريزما الشيء اللي يسمح ليها بحلقة النهاردة ان احنا نتكلم عنها ونقول ان هي تتفوق على الرجل. وانا قلت قبل كده وانا بتكلم عن عيون الابراج، دائما ما تلحظ ان عيون انثى برج العذراء مميزة وتشارك بشكل او باخر في الكاريزما بتاعتها. اذا احنا دلوقتي هندخل على الميزان، رجل ولا انثى؟ لا رجل صراحة، رجل برج الميزان مقارنة بانثى برج الميزان في موضوع الكاريزما يتفوق الى حد ما، يتفوق زي ما احنا بنقول كده هزة او حاجة بسيطة. ولكن الانثى بتاعت الميزان هي صاحبة قوة ناعمة وشيك قوي، ورجل برج الميزان ايضا في الحتة دي نزيه، عارفين الرجل اللي احنا نقول عليه نزيه والانثى كده. بس بصراحة هي الموضوع هما الاتنين عندهم كاريزما، بس هنقارنهم ببعض الرجل كفته هترجع شوية صراحة. هنكمل دلوقتي وندخل على العقرب وما ادراك ما العقرب. العقرب
هل الرجل أم الأنثى المميزة؟ صراحة نقدر نقول رجل العقرب صاحب كاريزما ملفتة جدا 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 إذا قارناه بالأنثى اللي فيها حاجات ياما مميزة وهم أصل الجاذبية. أبراج العقرب رجل أو امرأة هم أصل الجاذبية، جذابين جدا وغامضين جدا لدرجة عالية قوي. ولكن هنقارن الرجل بالمرأة، ما هي المسألة درجات. الرجل كفته ترجع القوس كليهما، هتتكلم عن الكاريزما قوس رجل او امرأة الاتنين قريبين من بعض، يكاد يكون كليهما متساويان في الموضوع ده. ما نقدرش ان احنا نرجح الانثى او الرجل، هما الاتنين الموضوع بعندهم او الموضوع بتاعهم يعني متقارب جدا من بعض، فنقول كليهما، وده الاصح وده الاصدق والاسلم. اما الجدي، المرأة الحديدية ام الرجل الحديدي؟ حد توقع؟ حد بيكتب؟ لان انا بقرا كل تعليقاتكم. الانثى. نقارن امرأة الجدي، المرأة القوية الحديدية اللي لازم يكون ليها كاريزما، لازم يكون ليها الكاريزما تؤثر في النفوس. كاريزمة انثى برج الجدي تؤثر فيك، لو هي بتتكلم ما تقدرش ان انت تستهين بتهديد او وعيد انثى برج الجدي. ملامحها، هيئتها، كاريزمتها تؤثر في النفوس، تؤثر جدا فوق ما تتخيل وابعد مما تتخيل، ممكن كمان بمراحل كده. احنا معانا برج الدلو الهوائي ومعانا برج الحوت، تتوقعوا الرجل ولا الانثى؟ هنخش على البرج الرايق دلوقتي، اروع ابراج الابراج، اروع ابراج علم الفلك عفوا، هو برج الدلو، سواء رجل سواء امرأة. هنتكلم عن الكاريزما، الأنثى هنا واضحة وفارقة بشكل واضح جدا لينا. انت هتقارن رجل الدلو بأنثى برج الدلو؟ لا، أنثى برج الدلو في نبرة صوتها، فيما تمتلكه من قوة ناعمة، في طريقتها، في سياستها، في سلاستها، في تفتحها وتفهمها للأمور واحتوائها ليك، ودماغها العالية، دماغ عالية قوي، دماغ أنثى برج الدلو دي، دماغ متكلف عليها، دماغ متكلفة مصروف عليها كتير عامة. إذا هترجح كفة أنثى برج الدلو في الموضوع ده مقارنة بالرجل من نفس برجها. أما الحوت، رجل أو امرأة، هتتكلم عن برج الحوت في موضوع زي بتاع حلقة النهاردة، موضوع الكاريزما، الأنثى تكسب أو الأنثى كفتها ترجح عن الرجل. وإن كان صراحة حتى كاريزما رجل برج الحوت مش كاريزما ملفتة، وهو بيتمتع بصفات تانية، ولكن كاريزمته مش كاريزما اللي هي تقول واو تنبهر بيها، مش زي مثلا أبراج معروف عنها إن هي كاريزمتها ساطعة ومؤثرة جدا، سي على سبيل المثال الأسد الحمل ده، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني مش بنعد في حلقة النهاردة الأبراج اللي عندها كاريزما، احنا بندي مثال بس بنستشهد بيه. بس أقارنه بالأنثى؟ لا، الأنثى، الأنثى لأنها عندها قوة ناعمة كبيرة قوي، وأنثى برج الحوت جذابة قوي، وحاجات كتير قوي هتخليها صاحبة كاريزما مقارنة بالرجل من نفس برجها. احنا كده خلصنا الحلقة، يا ريت تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، سعيد جدا بمشاركاتكم، سعيد جدا بآراءكم، سعيد جدا بكل الناس اللي انضمت لنا وبتنضم لنا وهتنضم لنا، وبدعوكم للاشتراك اللي لسه ما اشتركش عشان نتفاعل ونتواصل كل يوم مع بعض. الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا التانية اللي بنحل فيها المشاكل كل يوم، قصة جديدة من قصص اخواتنا وافراد عائلتنا بنتشارك في حلها، الروابط دي كلها في وصف الفيديو اول تعليق. تشرفوني جدا وتنوروني، ويا ريت تشاروا الحلقة دي لو انتوا على الفيسبوك لأي حد تعرفوه. إلى اللقاء، وإن شاء الله نلتقي بكرة.